أطوي ملفنا السياسي ونمر إلى موضوع آخر مشاهدينا، حيث اهتزت مدينة بودواو ظهر اليوم على وقع جريمة شنعاء ذهب ضحيتها الشاب عبد الرزاق المدعو رابح صاحب 25 ربيعان الذي يعمل كنادل بأحد مقاهي المدينة بعد أن باغته مختل عقليا وهو نائم في الطابق الثاني فوق المقهى والذي يستعمل كمكان لمبيت العمال، حيث استغل القاتل فرصة انشغال الجميع للتسلل إلى الطابق الثاني والقيام بجريمته. كما أكد سكان المنطقة أن نفس الشخص الذي قام بالجريمة معروف عنه سلوكه العدائي ومحاولته الهجوم على بعض من الجيران، وأن مصالح الشرطة اعتقلته من قبل وأعادت إطلاق سراحه. التفاصيل نقلها أحمد محمودي وعادل غضبان. كان مسك الراقد على ظهره، جاء ضربه عاود هبط، حتى جا لي واحد هنايا قال لي بلي كاين واحد طلع بالموس عاود هبط بلا موس. انا طلعت للفوق صبت السيد في غارق في الدم تاعو، ومن بعد عاودنا هبطنا رحنا بلغنا الشرطة. السيد خدا هذا الله يرحمه كان راقد في الشوبرة تاعهم من الفوق، راقد ما كمل الخدمة راح يرقد من الفوق. جا السيد طلع من هنايا في الباب هذيا راح عنده لقاه راقد ضاعطه في شاقور. دوك كاين اللي راهو يقول لك السيد مريض، شايف كاين اللي يقول لك كان كالي المهلويسات. كان ما عرفناش كل واحد مش راهو يقول تفاصيل، هما كان بداوه حكموا هذا الكريمينال هذايا داوه وراه عند لابوليس.